احتفلت بعثة الأهلي في الجابون برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة بعيد ميلاد حسام البدري المدير الفني للفريق أمس. وحرص رئيس البعثة على إقامة احتفالية خاصة بعيد ميلاد البدري وسط أعضاء الجهاز الفني واللاعبين، وقام الجميع بتهنئة البدري بعيد ميلاده. وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة فجر غد الثلاثاء، حيث تستقل طائرة من مطار ليبرافيل في 12:00 ظهر اليوم.